بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحل البيع وحرم الربا وحث على طلب الرزق للتقوي به على طاعة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه واقتدى به إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم ونتناول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أحكام البيع والمعاملات. قد وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أحكام المعاملات لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها. والبيع والشراء جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة. وأما القياس فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول للغرض المطلوب. وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. والصيغة القولية تتكون من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع كأن يقول: بعت. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول: اشتريت. وأما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد من غير تلفظ. وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية معا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع المعاطاة له صور، أحدها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ فقط، كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. كذلك لو كان الثمن معينا، مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه. الصورة الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة. الثالثة أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن. انتهى. ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه. إذا فقد من هذه الشروط شرط لم يصح البيع. فيشترط في العاقدين أولا التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها، بغير حق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. فإن كان الإكراه بحق صح البيع، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق. ثانياً، يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف، بأن يكون حراً مكلفاً رشيداً، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده. ثالثاً، يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكاً للمعقود عليه أو قائماً مقام مالكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.
قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل. ويشترط في المعقود عليه في البيع أولاً أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ولأبي داود: وحرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي المتفق عليه: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثانيا: يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا بيع طير في هواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. ثالثا: يشترط في الثمن والمثمن أن يكون معلوما عند المتعاقدين قدرا وصفة، لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه. فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله، ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين عن أصليهما. ولا يصح بيع الملامسة، كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. ولا بيع المنابذة، كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته، فهو بكذا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. ولا يصح بيع الحصاة، كقوله: ارمي هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو إلى أي حد انتهت من الأرض فهو عليك بكذا. كل هذا حرام. أيها المستمع الكريم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.